السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم في الدوره التقنيه الخاصه بالادوب ان ديزاين اخوان. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع التكست. يعني كما كتعرفوا الادوب ان ديزاين يعني عنده بزاف ديال لي زافونتاج لي يعني عندهم علاقه بالتكست. كيفاش تقدر تخدم واحد التكست، انسيري واحد التكست معين، وكيفاش يعني تعامل معه. فاذا اخوان والاخوات ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا مثلا كاع داكشي اللي كيخص التكست باش يطلع لك التكست بروفيسيونيل. فبالنسبه للتكست كما قلت لكم يعني هذا راه ماشي فحالو فحال فوتوشوب، وماشي فحالو فحال الستراتور. الا بغيتي تكليكي مثلا ملي كتكون في الستراتور كتمشي كتعمل غير هيدا كتبدا تكتب، هذا لا، هذا ضروري خصك تعمل واحد كتله او لا زون دو تكست يعني اللي تقدر تعمل فيها التكست ديالك. يعني هنا عاد كتعمل التكست ديالك. دابا التكست نقدروا نكتبوا اي حاجه، اولا غادي نجيو هنا وغادي نعملوا فيل هذا ويد بروس هاد التكست، المهم يعطينا غير التكست. دابا عطانا التكست، المهم هذا التكست كيجيبوه من عنده، هذا اي تكست، هذا التكست باللغه العربيه. حنا من الاحسن نعملوا تكست هنا كتبدل، تقدر تعمل تكست باللونجلي مثلا لانجويج يو اس اي، وكتجي هنا وكتعمل كيتك هنايا التكست بالعربيه، وكتجي هنا وكتعمل اد فور ويد، وكيعطيك عفوا خصو يطلع لنا هنايا انجلتش، نعملو انجلتش انجلتش يو اس اي، وكنجيو هنايا وكنعملو هاد فور ويد وكيعطيك اونجلي. اذا هذا التكست باللونجلي يعني يمكن لك تطبق عليه بزاف ديال الاشياء. فمن بين هاد الاشياء ديال الاخوان هما هنايا بحال اللي جينا نقولوا هاد الواجهه يعني ديك يعني ديك الفوقانيه مقسوم على جوج. هاد المنطقه اللي كاينه على الجهه اليمين خاصه بالباراغراف، وهاد المنطقه اللي في الجهه اليسار خاصه بالكاركتر. فبالنسبه نبداو بالكاركتر، فبالنسبه الى مثلا سيليكسيون واحد التكست هنايا، هذا راه معروفه، هذه كاينه في ادوب فوتوشوب وكاينه حتى في الستراتور. هذه هنا كتبدل نوع الخط، معروفه كتبدل نوع الخط، كتبدل نوع الخط ديالك كيف ما بغيتي. هنايا معروف هذا واش بولد او لا ايطاليك الى غير ذلك، هذا يعني القياس ديالو راه معروف حتى هو. هذا الاسباس بين السطور كما كتعرفوا، هذا هو الاسباس بين السطور. هذا الا بغيتيه ماجوسكول بغيتيه مينوسكول، مثلا هاد التكست هذا انا ما عجبنيش مينوسكول، غير نعملو ماجوسكول كنعملو ماجوسكول من هنا. الا ما درتيش من هنا يمكن لك تمشي، خصك ترجع تمشي لهاد التايب، وخصك تمشي كتجي حتى هنا عاد كتمشي شينج كاس، عاد كتجبرها هنايا، تفهمنا؟ يعني من الاحسن ها هي كتجبرها حداك هنايا، كتعمل غير ماجوسكول، كتعمل ماجوسكول وكتلقاها هنايا كتكتب الماجوسكول ديالك. فهنايا ديك الاس يعني صغير، كتابه صغيره، المهم هادو راه معروفين الاس من هنايا. هذا يعني السوليني يعني كتابه مسولينية، هنايا كتابه مسولينية على الخط، راه معروف هادشي. هذا الاسباس بين الحروف، هذا الاسباس بين السطور، وهذا الاسباس بين الحروف. يعني ملي كنزيد يعني دابا راه الا شفتو يعني التكست راه كيتزاد، وها نتوما كما كتشوفوا معايا راه باقي عندنا التكست مخبع، وهنايا كذلك يمكن لك تزيد تعرضو. اذا نزيدو نكملو، ملي كنسيليكسيوني التكست ديالنا قلنا هذا الاسباس بين الحروف، هذا راه معروف، حتى هذا راه معروف، هذا يعني حتى هو بغيتي تجبد الحرف من الفوق بحال هكا تطولو، راه معروفين يعني يمكن لك تكتشفو بوحدك. هذا الحرف بغيتي تجبدو عاود من التحت، هذا ايطاليك الا بغيتي دير الايطاليك، بغيتي تعملو ايطاليك، المهم كدير الايطاليك هنا. يعني هادو يعني تقريبا حنا ساليناهم بالنسبه للخاصين بالكاركتير. ارا نشوفوا الباراغراف، الباراغراف هي اللي مهمه، هي اللي عندنا بها الغرض. بالنسبه للباراغراف كيطلعوا لك هنايا هادو ديال يعني هادو ديال ديال سوليني ديال الينيوم كيتسماو، هذا كيتسمى يعني كيتك يعني تاليني من الجهه ديال الشمال، وهذا يمكن لك تاليني تعمل لهم سونتري، وهذا يمكن لك تعمل له اليني من الجهه ديال العربيه يعني من جهه اليمين، هذا كيمل لك الينيومو من الجهه ديال وكيكمل لك لتحت، هذا الينيومو يعني سونتري. المهم هادو راه معروفين، هذا جوستيفيكاسيون، هذا حتى هو راه تقريبا الينيومو، يعني هادو راه معروفين يمكن لك تكتشفهم وتجربهم. كيطلع لنا هنايا الاخوان هاد هاد جوج ديال هاد جوج ديال الاشياء، كيقول لك هذا يعني الا بغيتي اللايف تو رايت على عقلت عليهم ملي كنجيو نعدلو واش اللايف تو رايت او لا اولا ديك رايت تو ليفت، كاينه اللايف تو رايت وكاينه الرايت
كاينه الرايت تو لايفت وكاينه اللايفت تو ريت. هذه الرايت تو لايفت وهذه شوفوا هذه الليفت تو رايت وهذه الرايت تو ليفت. يعني هذه كتقول لك يعني الكتابه غادا تبدا من الجهه ديال الشمال. يعني الا كانت عندك فرونسي او الانجليزيه كتبدا من الجهه ديال الشمال. دابا الا قلبنا نقولوا له تبدا من الجهه ديال اليمين غتعطيك الكتابه كتبدا من الجهه ديال اليمين. هذه كنطبقوها الاخوان ملي كتكون اللغه العربيه. ملي كتكون اللغه العربيه كنطبقوا الكتابه من الجهه ديال اليمين. شوفوا معايا يعني الكتابه كتبدا من هنا وهي ماشا وهذه كتبدا من هنا. شوفوا العربيه دابا العربيه مثلا درنا لها الا منا لها كوبي وقلبنا لها هذا شفتوا كيفاش بدات. يعني كتبدا يعني فحال اللي جينا نقولوا هذا كتب بالفرنسيه ولكن بالعربيه ضروري خصك تعمل له هذه اللي كيسمى الرايت اور ليفت. اذا الاخوان فبالنسبه لهادو نرجع نطبقوا على اللغه الانجليزيه مثلا. فبالنسبه لهادو هادو حتى هما هادو الاسباس بين الجمل شوف معايا يعني هذا التكست كامل هذا واحد الجمله كامله اولا الباراغراف كامله كتملى واحد الاسباس كتقربها على اختها. شفتوا معايا يعني بالمليمتر شحال ما بغيتي من المليمتر حنا نرجعوها بلاصتها فهمنا. وهذه حتى هي كتقول لك مثلا غير السطور الاولى كتدفعهم السطر الاول كتدفعهم كتدفعش الباراغراف كامله ولكن كتدفع غير يعني الجمله. شوفوا معايا هنايا بدلنا من الاول الجمله حتى النقطه هو ملي كيجبر النقطه ولا شي اشاره كيولي الجمله الثانيه كيولي يكمل عليها بنفس الشيء. دابا الا سولينينا هذا وطبقنا عليه هذاك يعني هذاك اللي هو هذا الا طبقنا عليه هذا شوفوا معايا يعني فيما كتسالى الجمله كي الباراغراف الثانيه كيولي يعطيك هذه كتسمى باراغراف وهذه باراغراف وهذه باراغراف. غنشوف واش باقي كاين التكست لتحت كنجبدو انجليزي صافي هذا هو التكست اللي كاين. يعني هنا كاينين ثلاثه لي باراغراف تفهمنا الاخوان. اذا فبالنسبه ملي كنعملو سيليكسيون كنزيدو نكتشفو هنايا كنلقاو هذا كيقول لك باللي يعني يمكن لك الدفاع التكست ديالك على رجعوا هذا زيرو بعدا باش ما يلوناش رجعوا هذا زيرو. كيقول لك هذا يمكن لك تدفع التكست ديالك من الجهه ديال اليمين. ها انتما شوفوا معايا هذا التكست كيتدفع يعني كيتخوى لنا البلاصه ديالو من هنا من الجهه ديال اليمين كيخوى فهمنا. هذا كيدفع لنا التكست من الجهه ديال اليمين ها رجعوا زيرو حتى هي. وهذا الاخوان كيقول لك كتدفع الباراغراف التحتانيه شوفوا معايا شنو كيتبدل. يعني صراحه هذه ماشي شي حاجه اغلبيه كيخدموا بهادو الاولى. وهذا الاسباس بين هذا كيتسمى الاخوان الاسباس بين الباراغراف. هذا الاسباس بين السطور وهذا الاسباس بين باراغراف. كل باراغراف دابا هو فيما غادي يشوف باراغراف غادي يعطيني الاسباس بيناتهم. شوفوا معايا احنا نعملوها هنا هذه كيما تكون باراغراف وهذه باراغراف وهذه باراغراف بحال كيعزل لك الباراغراف كيف ما قلنا هنايا كاينين ثلاثه ديال لي باراغراف هو غادي يعزل لنا الباراغراف ديالنا. ها هما ثلاثه لي باراغراف حتى الا كنت يعني ما عارفهمش هو كيفرقهم لك يقول لك بلي هذه راه باراغراف وهذه باراغراف وهذه باراغراف تفهمنا الاخوان. يعني هادو كيتسموا لي باراغراف. وكذلك الاخوان المهم مسحوا وحده وحده باش ما ندخلش. كذلك الاخوان يمكن لك تعمل يعني تعمل لابياج كيتسمى لابياج بين التكست و يعني بين التكست و الصوره. مثلا جبنا شي صوره عملنا واحد الشكل دائري مثلا الا جبنا واحد الشكل دائري بهذه الطريقه هذه عملنا واحد الدائره هنايا في الوسط واحد الدائره في الوسط وقلنا له عملنا الينيومو يعني عملنا لابياج يعني دخلنا مززنا بين التكست والصوره. هنايا كاين الانواع ديال لابياج الا اخترتو هنا هذا كي يعني كيعطيك بحال المربع كيفرق لك الصوره بهذه الطريقه هذه. والافونتاج انه كيكمل تفهمنا راه كيكمل التكست ماشي يعني ماشي كيهرسو كيكمل. شوفوا معايا هذه ها هو كيجيب التكست داير تقدر تكبر هذا وغادي يتعوض في بلاصتو. تقدر تكبر هذا مثلا نكبرو غير هذا شوفوا معايا يعني الدائره ما كتحداش دائما الدائره كيجي داير عليها التكست يعني ما يفوتش الدائره
نقدر نجربو اخرى. هذا هو لابياج بين التكست والصوره. مثلا كنشبرو هذا وكنتيستيو هذه، انت تستيناها تستيو هذه، يعني كيخلي لك الخوا وكيكمل. ونتيستيو هذه، شوف معايا هذه، هذه راه كي كتدخل في وسط الكتابه، يعني التكست غادي يكمل لك في وسط الكتابه. مثلا باش تفهموا اكثر غادي نجيبوا واحد، غادي نجيبوا واحد واحد الصوره باش تعرفوا شنو اللي كيتبدل بالضبط. تفهمنا الاخوان؟ غادي نشوفوا شنو كيتبدل بالضبط، ولكن من الاحسن يكون التكست نقي. احنا نبدلوا هذا، نحيدوا التكست هذا كامل ونعملوا تكست معوض، نعملوا واحد التكست معوض عامر باش يعطينا الخدمه. هذا بالعربيه، نديروها بالانجليزيه مثلا، نديروا هيدا. هذا هو التكست ديالنا، نديروا واحد الصوره ديالنا هنا، واحد الصوره ديالنا. صوره يمكن لك تجيبها باي طريقه الاخوان، يمكن لك تجيبها مثلا فوتو، يمكن لك تجيب اي فوتو، اي فوتو كتشبرو كتجليسيه، كتجليسيه عفوا من هنا كتجليسيه. ملي كتجليسيه كتسيليكسيوني بجوج وكتعمل لهم هاد لابياج اللي هضرنا عليه. هاد لابياج الاخوان، هاد لابياج هذا، شوفوا معي، يعني التكست جانا داير على، يعني على الصوره، مزجنا بين التكست والصوره. تقدر تطلعوا مثلا هنايا في الجنب، مثلا تبر التكست هذا وديره هنايا، وناخذ اوتي ديال الترانسفورماسيون ديالنا. ناخذ اوتي ديال الترانسفورماسيون ديالنا. هادي يمكن لك كتمشي من هنا وكتملى الصوره ديالنا عفوا، الصوره كتبر الصوره وكتمشي كتملى هاد فيتين، هادي كتملى في الفريم اللي هي اجوستومو بالفرنسيه. اذا الاخوه فمني كنديروا لها هيداك كنشبروا، كنمشيو للاوتي ديالنا، الاوتي ديال ترانسفورماسيون، كان يعني كندخل مثلا هادي من هنا بهذه الطريقه هادي، وكنعملوا لها الينيومو، وكنعمل لابياج، لابياج بحال الطريقه هادي. شوف معايا، يعني راه كتبدل الصراحه هنايا بالنسبه لهذا الكونتور، كيتسمى الكونتور. هادي لوباسيتي، بغيتي تطيح لها لوباسيتي، بغيتي تخلي لها لوباسيتي ديالها كما كتشوفوا هنايا. هذا ديال الفريم، بغيتي تبين الصوره كامله الى غير ذلك. هذا هو اللي كيعطيك الصوره كيفاش بغيتي تبين الصوره في الدائره. تفهم الاخوان؟ كيقول لك كيفاش بغيتي تبين الصوره ديالك في الدائره، واش كامله، واش غير الجنب، واش كما كتشوفوا ولا كتعمل اوتو. الاحسن شوف من هنا، ها هي رجعت الشكل بيضاوي. حنا ما عندنا ما نديرو بها، هيدا بيضاويه. انا لافونتاج هو انني نشرح لكم هادو الاخوان. هادو راه معروفين، هادو الالينيومو الى سبق لكم شفتوهم، معروفين الالينيومو. فمني مثلا تامبورتيو شي تصويره، انا غادي نوريكم هادي راه مهمه. مني تامبورتي شي تصويره وتجلسي فيها شي صوره معينه بالطريقه هادي، هنا كيعطيوك الاختيارات هادو، هنا كيقول لك يعني كيفاش بغيتي تافيشي التصويره ديالك. شفتوا هادو راه مهمين الاخوان، ملي كتبدلهم كيافيشي لك التصويره كيف ما بغيتي انت. شوف معايا، حتى راه هنا راه باقا ما مكملاش، ملي كنكليكو جوج مرات كيعطيك الصوره ديالنا، راه باقا ما مكملاش، بحال كيعطيك السونتر ديالها. حتى يمكن لك ملي كتكليكي جوج مرات كديكاليها كيف ما بغيتي. فكذلك يا اخوان، يعني هذوك التكست اللي قلت لكم هاد بالنسبه لهاد لي تري وداك الشيء، يمكن لك تزولهم بالدبليو، كتكليكي غير في الدبليو وكتحيد المسائل ديالك. فهمنا؟ دابا الا بغينا نقسمو التكست على لي كولوم وعلى الاعمده، جوج اعمده مثلا او ثلاثه لي كولون او اربعه. اذا الاخوان فكما قلت لكم، يعني بالنسبه لهذا التكست هذا يمكن لك تقسموه على يعني لي كولون كيف ما قلت لكم. فبالنسبه لي كولون كتمشي كتكليكي على اليمين وكتمشي تكست فريم اوبشن، يا يعني اما كتمشي لها كتكليكي على اليمين كتمشي لها، ولا كتمشي اوبجي وكتلقى تكست فريم اوبشن، اولا كتخدم كنترول بي. كنترول بي كيطلع لك الطابلو هذا، اولا عملتي تكست فريم اوبشن هنايا كطلع لك نفس الطابلو. فهاد الطابلو هذا هو اللي كيقسم لي كولون. لي كولون شنو هما؟ لي كولون هما الاعمده، مثلا كتابه بغيتيها على جوج اعمده او ثلاثه الاعمده بهذه الطريقه هذه، او اربعه الاعمده بهذه الطريقه. وكاينه غوتيغ. غوتيغ شنو هي؟ هو المسافه اللي بين عمود وعمود، يعني الا بدلنا، شوفوا
كيتبدل. ودائما ما تنساوش يعني تقوشيو هاد البريفيو هادي، هاد البريفيو هادي هي اللي كتبين لك شنو الموديفيكاسيون اللي كيوقعوا، تفهمنا؟ يعني شوفوا معايا ها هو كيتبدل دابا بالنسبه لغوتيير حتى هي ها هي كتصغر وكتكبر. باش نزيدو نوضحوا الامور اكثر، غادي نشوفوا مثلا نجيبوا واحد صوره معينه، ندخلوا نجيبوا واحد الصوره معينه نجيبوها من البيرو، واحد الصوره مثلا نكتبوا على هذه، ندخلوا هذه الصوره هذه لادوب ان ديزاين، ندخلوا ادوب ان ديزاين ونعملوا واحد زون دو تيكست معها، نزيدو نكبروا هذه بالطريقه هذه وكنديروا لها هيا وكتكبر. فملي كتكبر الاخوان كنعملوا لها كنمشيو كنعملوا لها زون دو تيكست ديالها. ملي كنعملوا زون دو تيكست ديالها كنعملوا بهذه الطريقه هذه، مثلا واحد زون دو تيكست بهذه الطريقه هذه. هاد زون دو تيكست هذه غادي نعمروها بالتيكست، غادي نمشيو نخترو الانجليش، من بعد ملي نخترو الانجليش غادي نعملو التيكست هاد فورويد بالانسيد بهذه الطريقه هذه. اذا هذا غادي نبدلو له اللون ديالو، غادي نعملو له اللون الابيض، غادي نعملو له اللون الابيض بهذه الطريقه هذه، اللون الابيض. فملي غادي نعملو له اللون الابيض الاخوان كما غادي تشوفوا معايا، فملي غادي نعملو له اللون الابيض، اذا فكيف ما ملي غادي نعملو له اللون الابيض بالطريقه هذه هو الدر اللون الابيض. نقدروا نزيدو واحد الكادر من التحت باش يعطينا نشوفو هذا الكادر، هذا غادي نعطيوه شي لون معين، اي لون، مثلا لون يكون مغلوق بهالطريقه هذه. وغادي نطلعوا الكتابه ديالنا هنا، غادي نطلعوا الكتابه ديالنا. اذا هذا الكادر هذا كيما شفتوا معايا الكادر تبدل، علاش؟ لان نعملو نوع عادي، غادي نشرح لكم علاش. دابا غادي نعملو كادر عادي، كادر عادي اللي هو هذا، وغادي نعملو له بروميير بلون، نعملو ديسبوزيسيون بروميير بلون، هادي ديسبوزيسيون، هادي بروميير اغان، هي هادي غادي خصو يكون في الاول، يسبق هو عاد التكست، تفهمنا الاخوان؟ يعني ها هو فيرست خصو يكون في الاول بحال هذا، فيرست هو الاولاني. فاذا هاد البوليس هذا يمكن لك تبدل له النوع ديال الخط من هنايا، كتبدل له النوع ديال التكست ديالو كيما اي لون، اي نوع ديال التكست بغيتي كتبدلو من هنايا كيما غتشوفو معايا. ملي كتبدل نوع ديال التكست بهاد الطريقة هادي كتملو الجهة ديال اليمين بهاد الطريقة هادي، كنرجعو للجهة ديال اليمين. فملي كنعملو من الجهة ديال اليمين، دابا عاد نمشيو نعملو اوبشن، هداك التكست فريم اوبشن. ملي كنعملو التكست فريم اوبشن كنعملو الأعمدة اللي بغينا، شوفو معايا، يعني التكست كيتقسم لنا على شحال من عمود بغينا. وكذلك غوتيير كيف ما قلنا يعني المسافة بين السطور، وكذلك هذا الفريم هذا يعني كاين هذا الفريم هذا اللي شفتوه قبيله تيتبدل، كيطبق على الكتابه وكيطبق على الفورم. مثلا هذه الفورم هذه بغينا نديروها هايدا، شوفوا معايا ها الفورم كتبدل، يعني التكست ولا الشكل على هذا الشيء، ولكن هذا الكادر راه ما كيبانش، الا كليكينا في حرف الدبليو راه ما كيبانش، تفهمنا الاخوان؟ يعني فقط هو على شكل ذاك الكادر هذاك، اولا كليكينا هنا هو كيتبدلنا الكادر ديالنا، كذلك الا كليكينا هنا كيتبدلنا هذا الكادر ديالنا. وكذلك هذا لوبسيون هذه كتطبق حتى على الكادر، مثلا الكادر اللي هو هذا يمكن لك تطبق عليه هذا الكادر هذا، يعني كتعدلو على شكل كيف ما بغيتي الكادر ديالك، يا اما مثلث يا اما مستطيل. انا نهبط لكم هنا تشوفوا مستطيل زيكزاكي بهذه الطريقه هذه، ديروا هيدا اروندي، يعني يعني كتبدلو كيف ما بغا، تفهمنا؟ شوفوا معايا يعني كتبدلو كيف ما بغيتي انت، كيتبدل لك التكست ديالك. كذلك كيف ما قلت لكم هذا ديال الفريم هذه كتطبق على التكست وكتطبق على لا فورم، يعني على الفورما. كذلك اخواني الا عملنا واحد لا زون دو تكست، عملنا واحد لا زون دو تكست هنايا، مثلا عملنا شكل دائري، عملنا على شكل دائري مثلا هذا الشكل دائري هذا، وبغينا نديرو فيه الكتابه، حتى هو كتاخذ غير اوتي ديال الكتابه وكدير هنايا وكتعمرو ب فورويد فريم. هذا يمكن لك تعملها جوستيفي، كتعملها جوستيفي ولا سونتري بالطريقه هذه، وكترجع يعني على شكل دائره، يعني دابا الكتابه يعني مدخله في وسط الدائره، الكتابه ديالنا مدخله في وسط الدائره كيف ما كتشوف. وكذلك يمكن لك تخدم نفس الطريقه، شوفوا معايا هنايا مثلا الى عملنا الدائره ديالنا اللي هي هذه، الى عملنا الدائره هذه يمكن لك تعمل التكست ديالك فيها. ملي كتعمل التكست ديالك مثلا كترجع هنا وكتكتب هذا التكست لداخل، حنا ما خصناش لداخل، خصنا التكست يعني داير مع الحاشيه، يعني كنختاروا هذا التكست هذا، كناخذوا هذا الاوتيل هذا، نديروا
وكنعملوها التكست هذا وكتجي هنا وكتمن الحرف ديالك عفوا خصو يجي لبرا نعملو هيدا وكنعملو على الحاشية هيدا وكتبدا تكتب فملي كتبدا تكتب كيعطيك بلي راك يعني التكست ديالك داير على الكتابة كاملة يعني على الدائرة شوفو معايا احنا هيدا بغا كنكتبو اولا غادي نعملو هيدا تكست ويد فريم او لا فول بهذه الطريقة هادي وغادي يطلع لنا التكست ديالنا داير على الدائرة كيما كتشوف داير على الدائرة كتجيبو داير على الدائرة بهذه الطريقة هادي شوفوا معايا يعني التكست كيجي داير على الدائره فكذلك يمكن لك تعمل فورما تعمل واحد فورم معينه واحد الشكل هندسي معين وتطبق عليه تخدم عليه التكست ديالك كتجبر هذا التكست هذا وكتجي هنا وكتعمل وكتبدا تكتب كيف ما كتشوفوا معايا كي كتبع لك داك الفورم اللي عندك كتبع لك حدا داك الفورم اللي عندك شوفوا معايا كتبع لك داك الفورم اللي عندك بهذه الطريقه هذه يعني كتبع لك لا فورم ديالك يعني هذا هو الدرس كيفاش تقدر تتعامل مع التكست سواء كان بغيتي تعملو دائري او مربع اي لا فورم بغيتي او لا معين اي فورم بغيتي وبغيتي دير لها التكست ديالها كديرو بشكل عادي الاخوان ما كاين حتى مشكل شوفوا معايا ها هو عملنا الا اخترنا هنايا الانجليش الا اخترنا الانجليش وعملنا هذه عملنا هاد فول ويد هادي كيطلع لنا التكست ديالنا بكل سهوله كذلك كل ما كبرتي هاد التكست هذا كل ما كيتزاد لك التكست اللي عندك يعني التكست الا كان باقي كاين لتحت راه كيتزاد لتحت فيمكن لك تكبرو يمكن لك تصغرو يمكن لك تزيد فيه اي حاجه بغيتي تفهمنا الاخوان يعني بالنسبه لي كولون صراحه مهمين بزاف وكذلك بالنسبه للفريم يعني مثلا كيف ما قلت لكم الا درنا شي مربع مثلا اخترنا واحد مربع بهذه الطريقه هذه يمكن لك تعوض له الفريم ديالو وكذلك يمكن لك تخدمو كونتور اولا يمكن لك تخدمو اروندي اولا يمكن لك اولا ادانو يعني بلا حتى شي حاجه اولا يمكن لك تجيبو محرف هيدا يعني يمكن لك دير اي حاجه بغيتي في ادوب الستراتور في انديزاين عفوا كما كنقول لكم دائما ادوب انديزاين يعني كما كتشوفوا حنا ما كنوقفوش على لي ديزاين بزاف كنحاولوا ما نعدلوش لي ديزاين لان الديزاين كيكونوا واجدين نجيبوهم مثلا من ادوب فوتوشوب ديالنا ولا من ادوب الستراتور غادي يجيو واجدين يعني حنايا كنعملوا فقط غير يعني واحد المونتاج مثلا على شكل جمع كتب او جمع مجلات او لا يعني اولا نزيدو شي حاجات بحال مثلا هاد الفريم وهاد لابياج وكاينه بستيل باراغراف وداك الشيء الصراحه راه ما كاينش في ادوب ان ديزاين عفوا في ادوب الستراتور وادوب فوتوشوب هادي كنستعنو بهم هنا اما بالنسبه نوريت النيميغوتاسيون ديال لي باج اللي كتخدم ديك الكاباري والماستر بيج حتى هما ما كاينينش عليها كنستعملو بالادوب ان ديزاين باش كيسهل علينا امور كذلك الاخوان قلت لكم يعني كيسهل الماموريه فملي كتجيب له واحد الصوره كبيره كيقلص لك الصوره ديالها كيتيها لك يعني بكاليتي شويه باش ما يتبلوكا لكش البيسي اذا الاخوان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى تكونوا استفدتوا كان معكم هشام الدمج ومصامي شهرين نتلاقاو بعدين قبل ان شاء الله نهاركم بروك تمام.